بيك يا ست الشربات في برنامج الست دي امي. اهلا بحضرتك. عايزينك بقى تعلي صوتك كده وتحكي لنا حكايتك بالظبط. الحمد لله، يعني احنا كنا في رمضان، كانت اسره مكونه من 5 افراد، فجوزي توفى ليله الدعاء في رمضان سنه 96. كان معايا 3 اطفال. 3 اطفال. محمود كان داخل 4 ابتدائي، والدكتوره شيماء كانت داخله 3 ابتدائي، وان شاء الله هناء هتبقى دكتوره تحليل باذن الله، هي بكالوريوس علوم، كانت كملت 3 سنين، كانت 3 سنين ولا شهر. فالحمد لله ربنا قدرني، جبت حته مكنه وكنت بخيط عليها. كان دخلك قد ايه؟ كنت بدفع 1.5 جنيه، اخد 130. ده المعاش 1.5 جنيه؟ ادفع 1.5 جنيه، اخد 130 معاش. يعني هي بتدفع 1.5 جنيه وبتاخد 130، يعني 128، يعني 128.5 يعني. والمكنه كنت بخيط عليها انترهات، فرش كنب، وكنا عايشين والحمد لله. الحمد لله. ومحمود معاش طفولته. طبعا هو الوقت مدرس في الخريجين الجداد. ازاي معاش طفولته؟ كان بيشتغل ساعات في ورشه، ساعات بيجي مصنع شنط هنا في مصر يشتغل فيه، وكان مكافح، يعني كافح معايا في قصه كفاح هو عشان يساعدك ويقف جنبك. بس ساعه النجاح كنت بنسى كل التعب. طبعا الحمد لله. كنت بتحسي بحمل تقيل قوي، كنت عايزه حد انه يشيل همك؟ يعني كان حمل تقيل. واتكلتي على ربنا ونعم بالله، كنت رامي حمولي على الله. طب كابتن احمد مش عايز تقول لها حاجه، تسالها حاجه؟ لا، هو انا يمكن عايز اشكرها طبعا، لان يمكن زي ما حضرتك قلت ان في ابطال ناس كتير ما تعرفش عنهم حاجه، فالست طبعا شربات، يمكن انا بقول لاولادها ان هم يكونوا فعلا هم فخورين بامهم اللي تعبت وضحت واجتهدت ان هي عشان تشوفهم النهارده ما شاء الله دكاتره، وتشوفهم النهارده في اماكن كويسه. ف يعني احنا كلنا نوجه لها كل التحيه وكل الشكر، وهي مثل هي اكيد طبعا مثل لامهات كتير. يعني يمكن مش صعب ان حد يتحمل مسؤوليه ويتحمل مسؤوليه لوحده في ظروف صعبه وبمعاش 130 جنيه في ظل الوضع اللي احنا فيه ده. فطبعا يعني اكيد انت سعيده باولادك دلوقتي، يعني انت لما بتشوفيهم قدامك دلوقتي سعيده قوي. انت بتحسي ان الهموم كلها اللي انت عشتيها راحت لما بتشوفيهم كده قدامك. انا بشكرهم برضو لان هم كانوا بيساعدوني في النجاح بتاعهم. يعني حتى وهي بتضحي، وحتى وهي بتتعب، وحتى هي كمان بتشكر اولادها. يعني دي حاجه والله بجد، يعني حاجه. ايوه، لما الوزير يتصل بيك الساعه 2 بالليل ويقول لك عيلك طالع من الاوائل، شوف السعاده تبقى عندك قد ايه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني انت ربنا صبرك ونولك. وبعدين ناس كتير كانت تقول لي انها مش هتمشي في كليه الطب، ابص الاقيها طالعه من اوائل الكليه. ما شاء الله، يعني ربنا يعوضك خير، وان شاء الله يعوضك كمان اكتر من كده. بحمد ربنا وبقول لكل ام وكل اب كمان، الدعاء في اذان الفجر حلو. احنا ماشيين بفضلكم والله. ده بفضل ربنا. لا، احنا ماشيين بفضلكم والله.